أرحب بكم مجددا ونبدأ أولى حواراتنا النهاردة في من القاهرة وملف صناعة السيارات في مصر، سواء من حيث التجميع أو التصنيع وعودة كبرى الشركات الألمانية مرة أخرى إلى السوق المصري. مؤشرات هذه العودة وضبط الأسعار في سوق السيارات، وإلى أين ستذهب هذه الأسعار؟ كل هذا في حواري مع الأستاذ محمد شتا، خبير صناعة السيارات. برحب بحضرتك يا فندم، أهلا بك. أهلا بالسادة المشاهدين، أهلا بك. في البداية، رؤيتك بشكل عام لسوق السيارات في مصر إزاي؟ هو سوق السيارات حاليا في حالة توقف تام، يعني وده له كذا أسباب. أول حاجة طبعا إن من ساعة ما اتعرف إن في اتفاقية التجارة الحرة ما بين مصر وأوروبا هينفذ آخر بند فيها يوم 1/1/2019، اللي هم آخر 10% من 100% التخفيض اللي ابتدى بقاله من سنة 2009. طبعا كل الناس بقالها 6 أشهر وأكثر من 6 أشهر مترقبة نزول الأسعار، وبالتالي الناس حكمت عن الشراء من بداية معرض السيارات اللي كان في شهر سبتمبر اللي فات. ضيف إلى ذلك طبعا تعويم الجنيه وغلو السيارات بشكل عام على مدار السنتين اللي فاتوا، بالإضافة طبعا إلى هامش الربح الغير طبيعي والغير مبرر في مصر بس مقارنة بالأسعار العربية مثلا في الخليج أو في ألمانيا أو في أوروبا بشكل عام، وده طبعا أدى برضو إلى إحجام ناس كتيرة جدا من شراء العربية، مش لسبب معين، ولكن لأن هم فعلا عدم المقدرة المالية على الشراء. قبل كده كنت ممكن، كان في بعض الافراد دي يقولك انا ما عنديش مشكله ادفع 30 40 50 الف جنيه زياده عشان استلم العربيه فوري، علشان اللي هو احنا بنسميه ظاهره الاوفر برايس. حتى دي الناس ما بقتش قادره عليها، وبالفعل حصل توقف تام. ضيفي الى ذلك بقى كمان القرار اللي انا بعتبره قرار تاريخي ومصيري بالنسبه لسوق السيارات في مصر، هو يمكن ناس كتير مش واخده بالها منه، ولكن هو كان قرار السماح باستيراد العربيات الهايبريد اللي هي العربيات الهجينه في شهر نوفمبر. بمعنى ايه الهجينه؟ بمعنى ان دي عربيه فيها موتور بنزين اساسي زي العربيات العاديه، ولكن علشان العربيه دي بتكون صديقه للبيئه فحاطين فيها موتور صغير كهرباء علشان لما العربيه تمشي في وسط البلد بيشتغل موتور الكهرباء، وبالتالي طبعا ده حاليا في السوق المصري موجوده. على فكره العربيه دي موجوده من زمان، كانت موجوده يعني كان في بعض الشركات الالمانيه كانت بتنزلها قبل كده، حاليا في شركه كوريه نزلتها في المعرض اللي فات. فالعربيه كل براند عالمي عنده عربيات هايبريد الى جانب العربيات الكهرباء. احنا في شهر مارس اللي فات كان في قرار بالسماح باستيراد العربيات الكهرباء المستعمله والمستعمله 3 سنين، وده انا اعتبره كان قرار مهم جدا. طبعا احنا عندنا مشكله ان الشبكه بتاعه محطات الشحن للعربيات الكهرباء لسه مش منتشره ومش موجوده يعني. فده يمكن كان هو ده اللي خلى الاقبال على عربيات الكهرباء يكون قليل شويه. اما الموضوع بالنسبه للعربيات الهايبريد والعربيات الهجينه، وانا زي ما قلت لحضرتك الهجينه دي بتشتغل بوقود عادي، ما انا كنت لسه اقول لحضرتك بتحول في لحظات معينه، هي ما بتحولش حاجه، هي فيها موتورين، فيها الموتور البنزين عادي بيشتغل بنزين عادي. حضرتك تشيل العربيه الهجينه دي ممكن تستخدميها بنزين طول الوقت، مش محتاجه اصلا لا تشحني العربيه لا في فيشه ولا الموتور بتاع البنزين يشحن البطاريه ذاتيا. دي بيسموها المايلد هايبريد، وفي حاجه اسمها بلاج ان هايبريد اللي هو انت بتشحنيه في الفيشه. عامه انت ممكن تجيبي العربيه الهايبريد دي وتستخدميها كعربيه بنزين. ايه الميزه بتاعه القرار ده اللي هو نزل في شهر نوفمبر اللي فات؟ وانا زي ما قلت لحضرتك انا بعتبر ده احسن قرار اتخذ في ال 40 سنه اللي فاتت، وبعد تدخل فخامه الرئيس في الموضوع مع الشركه الالمانيه مرسيدس برجوعهم الى مصر تاني للتصنيع او دراسه التصنيع في مصر تاني، انا اعتقد ان القرار بتاع العربيات الهايبريد ده برضه جاي من رئاسة الجمهورية او من الرئيس شخصيا، لسبب ان القرار ده يعني هيعمل تحول كامل كمرحلة انتقالية سواء للحفاظ على البيئة او حتى في تقليل استهلاك ده مش بس. اول حاجة العربيات الهايبريد دي بتستهلك 60% اقل من العربيات العادية، يعني العربية العادية بتاعت حضرتك بتستهلك حتى في الوقود العادي يعني. في الوقود العادي بالظبط. هو ليه بقى بتستهلك 60% اقل؟ علشان العربية بتاعت حضرتك اول لما تخش وسط البلد الموتور البنزين بيقلب على الكهرباء، وانت عارف حضرتك طبعا ان على الطريق الطوالي العربيه ما بتسهلكش كتير، ممكن تسهلك 5-6 لتر اقل من وسط أقل البلد. من وسط البلد اول ما تروحي وسط البلد الاستهلاك بيتضاعف تقريبا يعني، فانت في الفتره اللي هي الاستهلاك فيها بيتضاعف ما فيش استهلاك اصلا،
وهو ده اللي بينزل بتقلب هي تعمل شيفتنج هي بتعمل شيفتنج من قلب للموتور الكهرباء للموتور في بصي انا هقول لحضرتك على حاجه في حاليا في مستوى العالم ما لا يقل عن 200 او 250 عربيه هايبريد موديلات مختلفه كل عربيه ليها سيستم مختلف ولكن في المجمل هم نفس الشيء الفكره بتاعتها ان هي اول لما تخش في الزحمه العربيه بتقلب على الكهرباء علشان الاستهلاك يقل فاحنا المميزات بتاعت العربيه بس بتشحنها ازاي حضرتك لسه قلت في نوعين من الشحن في نوعين معظم العربيات دلوقتي الشحن الموتور البنزين وانت ماشي على الطريق العادي الطوالي تشحن البطاريه زي دينامو كده اول لما توصلي وسط البلد بتكون خلاص العربيه اتشحن يعني على سبيل المثال حضرتك ساكنه في اكتوبر مثلا وشغل حضرتك في ماسبيرو فحضرتك بتطلع على طريق المحور وانت ماشي على طريق المحور العربية بتشغل موتور البنزين العادي وفي نفس الوقت بتشحني البطارية وانت ماشية اول لما توصلي عند ميدان لبنان ممكن انت تدوسي على الزرار او هي العربية بتفهم انك انت دخلت حتة زحمة حساس يقدر ان هو يقوم العربية قلبة من الموتور البنزين على موتور الكهرباء وتبتدي بقى تستهلك البطارية اللي حضرتك شحنتيها وانت ماشية على المحور يعني تمام. فالسيستم بتاعها سهل جدا ولكن الاهم من كده كمان في كذا ميزة للعربيات دي اول حاجة زي ما قلت لحضرتك استهلاك البنزين 60% اقل 60% اقل معنى كده ان انا الاحتياطي بتاعي والعمله الصعبه اللي انا بدفعها في استيراد المواد البتروليه هتقل 60% فعشان كده ده موضوع مهم جدا بالنسبه لنا لما استهلاك العربيه تقل 60% معنى كده ان التلوث بتاع الهواء بيقل 60% فالتلوث لما يقل 60% الامراض والمشاكل الصحيه اللي بتحصل للمواطنين هتقل هي كمان بالتبعيه صحيح وده انفاق ده طبعا انا عندي فاتوره علاج بالمليارات بدفعها في 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 علاج الناس اللي بتتاثر من التلوث البيئي اللي عندي حاجة مهمة جدا كمان كل ما الهواء الكواليتي بتاعته بقت كويسة في مصر كل ما ده هيجذب مستثمرين احنا في النقطة دي احنا على فكرة مش واخدين بالنا منها اي مستثمر اجنبي قبل ما يروح اي بلد وقبل ما يروح هو وعيلته ويروح يستثمر بالشركة بتاعته بيشوف كذا حاجة يمكن احنا ما بنبصلهاش اول حاجة بيبص عليها الكواليتي بتاعت نقاء الهواء هناك عامل ازاي يعني هل انا هاخد عيلتي وولادي هنروح من مدينة فيها هواء كويس والكواليتي بتاعته كويس لو لقى ان في تلوث كتير لا مش هروح اذا ليها انعكاسات لكن مدى التعميم ممكن يكون ازاي يا فندم تعميم التجربة أو تعميم العينة البسيطة اللي ممكن دخلت السوق المصري لكن هنا محتاجها بتوسع هقول لحضرتك هي بتوسع زي هو أنا زي ما قلت لحضرتك أنا شايف إن ده أحسن قرار اتخذ في الأربعين سنة اللي فاتت وأتمنى أن يتم تعميمه بشكل أكتر عن طريق الآتي إن هو حاليا القرار ده بيسمح فقط باستيراد العربيات اللي هي موديلها 3 سنين قديمة بخلاف سنة الصنع لا أنا شايف إن إحنا المفروض نوسع بدل ما تبقى 3 سنين تكون 10 سنين طبعا ده هيأثر تأثير أول حاجة العربيات العشر سنين مش هتبقى مستهلكة خالص بالعكس العربيات العشر سنين حضرتك في ألمانيا مستعمله مثلا حضرتك عارفه طبعا شفتي اكيد الطرق في ارمينيا زي الحرير يعني والصيانات هناك بتبقى العربيات المستعمله بتيجي من هناك حالتها كويسه جدا لو جيت تقارنيها بالعربيات هنا تحس ان هي كان عربيه ماشيه طب انا بعمل كده عشان اقلل التكلفه يعني هي لسه ما زالت التكلفه عاليه فبالتالي انا محتاجه المستعمل هو اللي يدخل السوق المصري اول حاجه العربيات اللي هي 3 سنين لسه هي اي نعم نص السعر بتاعت العربيات مثيلاتها الموجوده هنا في مصر مستعمله او زيرو حتى يعني ولكن انا لما افتح الاستيراد ويكون مش بس العربيات الهايبريد على فكره ممكن اوسعها كمان للعربيات الكهرباء ما تبقاش بس 3 سنين ولكن تبقى 5 سنين او 10 سنين كمان ده هيقلل من اسعار العربيات دي فهيخلي ان العربيات دي تبقى في متناول شريحه اكبر بكتير من الموجوده حاليا وده طبعا هيزود في التنقل الفردي قد ايه السعر تقريبا تقريبا انا هدي لحضرتك مثال بسيط العربيه انا هدي لك مثالين مثال العربيه الغاليه عشان برضو تبقي حضرتك عندك تصور وده كل ما العربيه الغاليه سعرها هينزل في مصر كل ما ده هياثر على الشرايح العربيات الاقل منها والاسعار الرخيصه العربيه اللي بتتباع هنا في مصر مثلا الزيرو مثلا ب 4 مليون جنيه العربيه من العربيات الالمانيه على سبيل المثال مثيلتها هايبريد لو حضرتك جبتيها مستعمله 3 سنين من المانيا عاملة 20,000 كيلو بس مش نفس الشركة المصنعة نفس الشركة المصنعة ونفس كل حاجة مستعملة 30 هتبقى 8.5 مليون يعني أقل من نص السعر كمان طيب ده معناه إيه بالنسبة للعربيات بين قوسين عربيات الغلابة اللي هي اللي منتشرة صحيح أنا كنت لسه أقول لك برضو تكلفة 1.5 مليون دي مش بسيطة أنا هقول لحضرتك حاجة ننزل بقى للشريحة العربية المستعملة حاليا برضو العربية الفارهة اللي مثلا ب1.5 مليون تمن مثيلاتها هايبريد مستعمله 3 سنين حوالي 800,000 جنيه طيب العربيه 800,000 جنيه لما العربيه اللي هي كان ب1.5 مليون نزلت 800,000 جنيه العربيه اللي هي كانت ب 800,000 جنيه في مصر مستعمله سعرها هينزل ل 600,000
اللي كانت ب 600,000 هتنزل ل 400,000، اللي كانت ب 400,000 هتنزل ل 300,000، اللي كانت ب 300 هتنزل ل 200. طب ما هو ده هيخلي عندك اقبال على العربيات اللي بالوقود التقليدي، لان هي هتفيد السوق من ناحيه الاسعار، وبالتالي المستهلك المصري هيدور على الاكثر قربا هو يقتنيه. انا طبعا لازم اعمل كذا حاجه. اول حاجه، لو انا فتحت الاستيراد للعربيات الهايبريد والكهرباء 5 سنين و10 سنين، معنى كده ان كل الناس هتتجه للكهرباء وللهايبريد عشان استهلاكها اصلا 60% اقل في استهلاك البنزين. فمعنى كده ان ده هيبقى حافز للناس ان هي تروح للعربيه الهايبريد، مش هتروح للعربيه البنزين العاديه. الحاجه الثانيه اللي دول كتير جدا بتعملها، ان هي بتدي تخفيضات في التراخيص السنويه للعربيات الهايبريد والعربيات الكهرباء. يعني على اساس محفز، يعني الحفاظ على، يعني على حد حضرتك مثال، يعني انا كنت في الامارات من فتره معينه، فكنت بجرب عربيه من عربيه الكهرباء. حضرتك بتخش اي مكان في اي مول في اي حته بتشحني ببلاش، يعني هم عاملين اماكن كده تروحي تشحني، تحطي السلك بتاع العربيه بتاعتك تشحني ببلاش. في النرويج وكل الدول كان نفس الشيء حضرتك. ده مش بس كده، الباركينج في وسط البلد هناك الباركينج في اوروبا بيتراوح من يورو ل 2 يورو. يعني ممكن في الساعة يبقى فيه محفزات، فبالتالي يكون الاقبال عليها لازم اكبر. لازم لازم. انا عايز اتكلم مع حضرتك، يعني ايه تعود شركه المانيه ليها ثقل كبير في سوق صناعه السيارات مره اخرى للتصنيع في مصر؟ ده يعني اهل قطاع السيارات بشكل عام، ويعني ايه بالنسبه للسوق المصري؟ اول حاجه، انا بعتبر ان دي خطوه جريئه جدا من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان هو قدر ان هو يقنع شركه مرسيدس هم ينزلوا مصر ويقعدوا معاه على الترابيزه ويتناقشوا في حل مشاكل شركه مرسيدس. شركه مرسيدس كان عندها مشاكل قبل كده في مصر مع مصلحه الجمارك، وكان في بعض المشاكل هم قدروا يسووها. واعتقد طبعا ان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو كان السبب ان المشاكل دي تتحل بسرعه، وعشان كده شركه مرسيدس قالت طب خلاص احنا هندرس فعلا اقامه مصنع تاني، مش بالضروره في مكان المصنع القديم، في يمكن احتمال يعملوها في محور قناه السويس، ويبتدوا ان هم يجمعوا بعض الموديلات. انا قريت في بعض الاماكن ان هم بيفكروا ان هم يجمعوا موديلات من اللي هي بتتجمع في امريكا، لسبب ان طبعا الموديلات اللي جايه من المانيا هتبقى صفر جمارك، فمش هتقدر اي مصنع مش هيقدر ينافس فيها مع العربيات اللي جايه بزيرو جمارك من اوروبا. طب ما دي يعني دي ميزه للمستهلك المصري. بالظبط. دي ميزه للمستهلك المصري. اتمنى كمان ان احنا، وانا متاكد ان الرئيس هيركز في الحته دي، ان احنا نتجنب الاخطاء اللي حصلت قبل كده في ال 20 30 سنه اللي فاتوا. احنا عندنا حوالي 17 خط تجميع عربيات، ما كناش بنصدر ولا عربيه ملاكي تصدير تجاري الى بره، كان كله معمول للاستهلاك المحلي، بدليل ان الكاباسيتي بتاعت المصانع والطاقه الانتاجيه بتاعتهم، كل مصنع لا يتعدى من 1000 ل 3-4000، يمكن باستثناء مصنعين هم كانوا بيعملوا 5 او 6000 او 7000 عربيه. معنى كده ان المصنع الجديد اللي هيجي ده لازم يكون عنده طاقة إنتاجية عالية جدا عشان أقدر أصدر منه، مش بس لدول أفريقيا، يكفي السوق المحلي وكمان يبقى فيه فائض. يعني على الأقل مثلا 50,000 عربية، ده أنا أعتقد إن هو في الطبيعي. يعني إحنا لو بصينا للمغرب هتلاقي الطاقة الإنتاجية بتاعت المصانع هناك بتتراوح من 200-400,000 عربية، أو من 100,000-400,000 عربية على حسب المصانع. احنا ممكن نبتدي ب 50,000 وتبقى في خطه ان احنا هنجمع بعد هنصنع بعد كده 100,000 عربيه للتجميع للتصدير. طبعا الحاجه الثانيه، لازم الاسعار دي تكون منافسه جدا. ليه بقى؟ عشان انا العربيات منافسه للداخل ولا العربيات اللي داخله اصلا مصر؟ يعني منافسه لتجميع العربيات في الداخل، المصانع اللي موجوده فعليا، هي طبعا لازم تكون منافسه، ولا منافسه للي داخله بصفر جمارك وهي مكتمله للاثنين؟ لازم تكون منافسه للي بتتجمع في مصر، ده رقم واحد. طبعا اهم من كده هتكون منافسه للعربيات اللي جايه من بره، لسبب ان المنافسين الاوروبيين اللي جايين من بره، يعني هم الموديلين اللي هم عايزين يصنعوهم هو الجي ال اي والجي ال اس اللي هم جايين من امريكا، ولكن دول ليهم منافسين تانيين زي الكيو 7 وغيره، يعني كل العربيات اللي جايه من اوروبا هتبقى جايه بزيرو جمارك. فطبعا لازم يكون سعر العربيه المجمعه محليا في مصر على الاقل 30% ان لم يكن اكتر، او 40% اقل من العربيات اللي جايه من اوروبا، عشان يبقى في حافز للمستهلك المصري ان هو يشتري. ده مفروض كله في صالح المستهلك. طبعا اكيد. يعني بص، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. قرار استيراد العربيات الكهرباء 3 سنين مستعمله 3 سنين، قرار السماح باستيراد العربيات الهايبريد الهجينه 3 سنين مستعمله، دول اهم قرارين اتخذوا زي ما قلت لحضرتك في السنين اللي فاتت لصالح المستهلك المصري. ده العربيات الهايبريد دي هتخلي اسعار العربيات في مصر هتكون زيها زي اسعار العربيات طيب المستعمله في الخليج. طيب دي هتكون الاسعار بالنسبه للعربيات اللي جايه من اوروبا فقط علشان الجمارك صفر، ولا كمان حتى اللي جايه من اليابان، من كوريا، من دول اسيا عموما هتمتاز برضو بالاسعار الاقل؟ حاليا العربيات الهايبريد فقط اللي هي جايه من اوروبا،
بالنسبة لعربيات الكهرباء فهي اللي جاية من جميع أنحاء العالم. طيب والعربيات العادية اللي لسه السوق المصري العربيات العادية أسعارها تختلف؟ ما هي الكورية واليابانية والأمريكانية مش داخلين في إطار اتفاقية التجارة الحرة ما بين مصر وأوروبا، ولكن في اتفاقية تانية مع سبيل المثال مع البرازيل أو مع تركيا. يعني في عربيات يابانية شهيرة جدا بتيجي وإيطالية بتيجي من تركيا أصلا واخدة تخفيض 90% أوريدي. يمكن ناس كتيرة ما تعرفش المعلومة دي، إن العربيات اللي جاية من تركيا عليه وفرنسية طبعا عربية فرنسية شهيرة برضو دي كلها بتجمع في المغرب. لا ده غير اللي بتتجمع في المغرب. اللي بتتجمع في المغرب اصلا بصفر جمارك من اكتر من 10 سنين. مع ان احنا للاسف في المسالك المصري ما حسش بالزيرو جمارك بتاعها خالص، السبب ان سعرها في مثلا في المغرب، انا كنت لسه هناك من كام يوم، سعر العربيه هناك بيبتدي من 7000 دولار يعني 140 الف جنيه، هي العربيه بتتباع هنا بحوالي 250 الف جنيه. ففيها هنا حته غلط، مش عارف ليه الحكومه مش واخده بالها من النقطه دي، ولكن انا اعتقد ان ده برضو ممكن يتم اعاده تقييمه بعد دخول العربيات الزيرو جمارك من اوروبا، لسبب ان العربيات اللي جايه من المغرب لازم لما الدولار الجمركي اصبح بسعر البنك المركزي وتقدير وفي كل يوم بالنسبه للسلع الغير اساسيه، وكانت صناعه السيارات او السيارات من ضمنها، ارتفعت الاسعار بشكل مفاجئ جدا حتى قبل ما تدخل عربيات بشكل غير مبرر. هل في رقابه هتتم دلوقتي على الاسعار؟ وبرضه يمكن حضرتك ما وضحتش قوي فكره، هل العربيات اللي جايه من غير صفر جمرك هتتاثر ايضا اسعارها بالانخفاض ولا هتظل اسعارها كما هي؟ شوف انا هقول لحضرتك على حاجه، زياده الدولار الجمركي من 16 جنيه ل 18 جنيه لا يمثل اي اهميه ولا يمثل اي نسبه تذكر بالنسبه للعربيات اللي جايه من اوروبا. ليه بقى؟ العربيات اللي كان جايه من اوروبا كان عليها اصلا على سبيل المثال 12% جمرك او 40% جمرك بالنسبه للعربيات اللي هي اكتر من 1600 سي سي. فلما حضرتك تيجي تقيسي فرق الدولار اصلا رسم الوارد اللي هو الجمرك اختفى اصلا، فبالتالي مفيش دولار جمركي على الرسم الوارد اللي هو الجمرك، ولكن في الدولار الجمركي ده بيطبق فقط على ضريبه القيمه المضافه اللي هم ال 14% ورسم الجدول ورسم التنميه اللي هم 4%، يعني كله على بعضه 18%. فالاثنين دولار او الاثنين جنيه زياده دول بيطبقوا فقط على 18% من اجمالي السعر. طيب سعر العربيه الاساسي اللي التاجر جايبه بيه جايبه بالسعر الرسمي، فعشان كده كانت ناس كتيره كانت للاسف بتطلع بعض الممثلين للشركات العربيات في الشعب والحاجات دي كان بيطلع يقولوا ان بسبب الدولار الجمركي زاد العربيات هتزيد، وفعلا التجار معظم التجار للاسف الغير جادين يعني ما انا عايز اتكلم عن ضوابط لان احنا وقتنا خلص. ما هي الضوابط بقى المستهلك يعمل ايه؟ الضوابط يمتنع عن الشراء حاليا حتى الحاصل. ما هو ده الحاصل حضرتك الحملة خليها تصدي زيرو جمارك هي اللي خلت السوق يقف شبه توقف. الشركات اللي كانت في شركة يابانية شهيرة كانت بتبيع 500-600 عربية في الشهر، دلوقتي الشهر ده مش بايع غير 25 عربية. ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن الاسباب اللي انا قلتها لحضرتك قبل كده، زائد حمله انا مش بسميها حمله مقاطعه بصراحه، يعني بسميها حمله توعيه للشعب المصري فعلا، ان هو لما يبقى في حاجه عليها هامش ربح غير مبرر وغير ادمي وغير طبيعي لازم يتم مقاطعه هذه السلع ايا كانت، سواء كانت عربيه بعد كده كانت ثلاجه بعد كده كانت تكييف. اعتقد ان كل ده هيجي في الفتره اللي جايه. يعني انا بشكرك جزيل الشكر استاذ محمد شتا خبير صناعه السيارات. شكرا. ميرسي لحضرتك. انتهت الوقفة الحوارية الأولى، الوقفة الثانية بتتحدث عن مؤتمر دافوس الاقتصادي ومشاركة مصر بوفد رفيع المستوى على رأسه بالطبع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأفاق للاستثمار ورقعات ثنائية مختلفة في إطار حركات للإصلاح الاقتصادي في مصر. ضيفي الكريم الدكتور محمد نجيب أبو زيد الأستاذ بالجامعة الأمريكية والبرلماني السابق.